نزول سيدنا إبراهيم من فلسطين لمكة مع ستنا هاجر وابنها سيدنا إسماعيل ما كانش نزول لسبب ظهور زمزم وبناء الكعبة وبس، لا، دي الأسباب المباشرة اللي بتخدم رسالته ودينه، بس الموضوع أعمق من كده بكتير. حتى سيدنا إبراهيم نفسه ما كانش متخيل أكيد إنها كانت أول بذرة لظهور حياة في شبه الجزيرة العربية، كانت أول بذرة لتداخل النسب وظهور نسل جديد للعرب المستعربة من نسل سيدنا إسماعيل، لظهور رسول هو آخر الأنبياء من سلالة إسماعيل، كانت أول بذرة لظهور أحفاد النبي اللي هيحكموا العالم، ومن هنا بدأت الحكاية. لتنفيذ أمر إلهي بترك ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل في مكان ما فيهوش أي نوع من أنواع الحياة ولا حتى مقاومات الحياة نفسها، أكل شرب طير بشر مفيش، مجرد صحراء وسماء وجبال ومكان يبعد عن أهلهم وبيوتهم بأكتر من 1000 كيلومتر، وده في حالة مشيهم في خط مستقيم على الخريطة اللي هو أكيد العدد ده بيتضاعف في الواقع. سابهم ومشي، رجع تاني لفلسطين. المهم باقي القصة اللي احنا كلنا عارفينها بتبدأ بانفجار بئر زمزم تحت أقدام سيدنا إسماعيل، كده تكون البذرة الأولى للحياة في المنطقة. وبعد شوية طيور بدأت تحوم في السماء لأنهم شافوا المياه، وبنفس التدبير الإلهي وفي نفس التوقيت بيحصل انهيار لسد مقري في اليمن يدفع قبائل العرب للهجرة بحثا عن الحياة بعد تهديد حياتهم بانهيار السد. الغساسنة وصلوا لجنوب الشام، والمنازرة وصلوا لحدود العراق، وقبيلة جرهم اللي كانت لسه بتدور على مكان تسكن فيه. قبيلة جرهم بقى كانت معدية بالقرب من مكة، كانت رايحة على الشمال في الشام للبحث عن المية علشان يسكنوا جنبها. صدفة وميعاد إلهي مترتب بدقة، شافوا الطيور في السماء وكان ده دليل على وجود مية وحياة، رغم انهم متأكدين ان هناك في مكة مفيش مياه، لكن راحوا يشوفوا ايه الحكاية. فعلا لقوا واحدة ست وابنها الرضيع لوحدهم على بئر جديد لأول مرة يشوفوه. هنا أخلاق العرب منعتهم انهم يستولوا عليه إلا بعد استئذان ستنا هاجر انهم يقعدوا معاها حوالين البئر ويعطوها أجر مقابل الانتفاع بالمية، وطبعا وافقت. ودي كانت تاني بذرة للحياة في المنطقة. كبر سيدنا إسماعيل اللي اتجوز وخلف ذرية من قبيلة جرهم، وبالتالي اختلط النسب وظهرت سلالة جديدة اسمها العرب المستعربة، وكبر معاها سيدنا إبراهيم اللي كان بيزورهم ويطمن عليهم ونشر دين التوحيد، دين إبراهيم، في كل شبر في العرب، وبناء الكعبة وتعظيمها من كل العرب والحج إليها بتالت بذرة للحياة الدينية وكمان طبعا الحياة الاقتصادية في البلد. وبعد شوية سنين كتير طبعا قبائل كتير بدأت تغير من المكانة الدينية والاقتصادية والشعبية اللي بتتمتع بيها قبيلة جرهم دلوقتي، وده السبب اللي حفز قبيلة زي قبيلة خزاعة للدخول في معركة كبيرة مع قبيلة جرهم على قيادة مكة. وبعد فترة كبيرة للأسف كسبت قبيلة خزاعة الحرب بقيادة أقذر رجل في التاريخ عمرو بن لحي. بس قبل ما قبيلة جرهم ما تخسر المعركة دفنوا بئر زمزم، وبكده بقت مكة ما فيهاش غير البيت الحرام، واتحرمت من زمزم لفترة أكبر من 300 سنة أثناء حكم خزاعة لمكة. عمرو بن لحي بقى ليه حكاية، كان من أغنى الناس وأقوى الناس، وفي قبيلته كلامه دين وشرع، وكان بيخرج كعادات العرب في رحلات تجارية للشمال في الشام والجنوب في اليمن. وفي مرة من مرات أثناء رحلته للشام قابل قبيلة اسمها العماليق على أطراف الشام، ولقاهم بيعبدوا الأصنام. استغرب جدا طبعا من شعائرهم وبدأ يسأل إيه ده، فقالوا له إن دي الآلهة بتاعتنا ودي بيساعدونا في الأكل والشرب والحماية من الأعداء ويقربونا إلى الله زلفى. عجبوا الكلام، وخصوصا إن عنده مشكلة كبيرة في إنه بيضطر يجيب المية من خارج مكة، الأمر اللي بيكلفهم وقت ومجهود ومبالغ ضخمة جدا. أخذ معاه صنم، وكان أول صنم يدخل مكة، الإله الجديد أو رمز الإله على الأرض، الإله هوبل. ومن هنا بدأ يشغل دماغه في زيادة السيطرة الدينية اللي بيها هيبدأ يسيطر اقتصاديا على العرب كله، وأمر كل القبائل تعبد هوبل. وبعد شوية قرر إن كل قبيلة من قبائل العرب يبقى ليهم إله
وهبل يبقى لأهل مكة. وقرر كمان إن أي حد هيدخل مكة للحج يدخل بملابس من مكة أو يحج عريان، وده اللي خلى ناس كتير من العرب فقيرة تحج عريانين. وكمان بدأت تجارة الأصنام، فقرر إن كل بيت في العرب لازم يكون فيه إله. في نفس التوقيت اللي بيحصل فيه كده بدأ ينتشر الدين اليهودي والمسيحي في المنطقة العربية، فيثرب هاجر إليها بعض من يهود فلسطين بعد الظلم اللي تعرضوا له من المملكة الرومانية. في اليمن كان الحاكم اسمه تبان أسعد شاف رؤية وكان تفسيرها إن الأحباش هيحكموا اليمن وهيسيطروا عليها، فقرر إنه يهجر جزء كبير من أهله وقرايبه للعراق. خرج الملك تبان أسعد، كان خارج لرحلة إلى الشام، وفي الطريق ساب ابنه في يثرب علشان يتاجر عقبال ما هو يكمل رحلته للشام ويرجع له. حصل مشكلة كبيرة مع ابنه في يثرب وقتل. الملك جاله الخبر فقرر إنه يحارب يثرب ويخربها. قرر من أحبار اليهود يخرجوا للملك يحاولوا يتكلموا معاه. خرجوا للملك تبان أسعد وقالوا له إنك مش هتقدر على المدينة. استغرب جدا ليه، فقالوا له إنها مهجر لآخر الأنبياء وده موجود عندنا في التوراة. بدأ يسأل إيه التوراة دي، وبعد شوية تهود الملك تبان أسعد وهو خارج من يثرب. وفي طريقه لليمن قابلته قبيلة تانية اسمها هديل، أقنعوه إنه لو عايز ذهب وفضة وخير الأرض كله هيلاقيه في مكة في بيت الله الحرام. وطبعا قالوا له كده محاولة منهم للتخلص من مكة اللي فيها عداوة كبيرة بينهم وبينها، وفعلا طمع وبدأ يجهز الجيش علشان يغزو مكة. الجماعة أحبار اليهود لما تهود الملك تبان قرروا يروحوا معاه اليمن يعلموا أهلها أصول الدين اليهودي. خرجوا له لما حسوا بتحركات عجيبة في الجيش وسألوه رايح على فين، قال لهم مكة. قالوا له والله ما أراد الهدليين إلا هلاكك، لا نعلم بيت لله على الأرض إلا هذا البيت، ولو أردت به شر أهلكك الله، طب أعمل إيه؟ فعلموا الحج والطواف والتقديس. فسألهم ليه أنتوا ما بتجوش تعظموا البيت؟ قالوا له لأن أهل مكة مالوا البيت بالأصنام، وإحنا أحبار علماء لا يجوز لنا التقديس البيت وهو فيه أصنام والكلام الفارغ ده. وفعلا دخل الملك تبان أسعد لمكة وعظمها ونام عند الكعبة وحلم إنه بيكسو الكعبة. بالفعل كسى الكعبة بالملائل، وكانت أول كسوة للكعبة من تبان أسعد ومن أهل اليمن. رجع الملك لأرضه في اليمن، وكان أهل اليمن في الوقت ده بيقدسوا النار، فطبعا المنجمين والصحراء رفضوا اليهودية ورفضوا الأحبار اليهود، فقرروا يتحكموا إلى النار. هنا النار كانت في بيت كبير زي الفرن كده ومقفول، الجماعة اللي بيتحكموا يقفوا قدام الباب وتفتح الأبواب مرة واحدة، النار تخرج تاكل الشر فيهم وتسيب الخير. وقفوا الأحبار اليهود مع الصحراء والمنجمين، وفعلا النار خرجت وقضت على الصحراء والمنجمين، وهنا دخل في اليهودية أغلبية أهل اليمن. مات الملك تبان أسعد وحكم بعده ابنه حسان، وكان مغرور جدا. وهو قاعد في مرة قال مين أقوى وأكبر بلد في الأرض؟ قالوا له الفرس. قال أنا هحارب الفرس. حاولوا يقنعوه إنه يغير رأيه، مرضيش. بدأ يجهز الجيش بتاعه علشان يحارب الفرس، وهنا ظهر شوية من الناس الأعيان متضايقين جدا طبعا، وبدأوا يفكروا إزاي يتخلصوا من الملك حسان. ما لقوش أي طريقة خالص، لأن حسان كان حريص جدا لدرجة مفيش أي حد بيخش عليه إلا ولازم يتفتش، إلا أخوه عمرو هو الوحيد اللي بيخش من غير تفتيش. فأقنعوا عمرو إنه حاول يقتل حسان، ولو قتله هياخد ملك اليمن، إلا واحد بس اسمه زورو عين هو الوحيد اللي قال لأ. لما لقى خلاص مفيش مفر كتب كتاب وقال لعمرو خليه أمانة عندك، وقت مطلوبها تطلعها. وفعلا قتلوا حسان وعمرو أخذ الحكم، بس اتصاب بداء قلة النوم والقلق والتوتر، وبدأ يروح للحكماء والمنجمين وكلهم قالوا له ده بسبب قتلك لأخوك. طب إيه الحل؟ كلهم أجمعوا على حل واحد، إنه يقتل كل اللي شار عليه بالشورى المنيلة دي. وفعلا قتلهم كلهم وجي عند زورو عين علشان يقتله. زورو عين قال له يا عمرو أنا سايب عندك ورقة ممكن تقراها. راح عمرو مطلع الورقة بيقراها، لقى فيها بيتين شعر: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد ما يبيت قرير عيني، فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لزورو عين. وفعلا كانت الأبيات دي كانت سبب إنه يفتكر إن فعلا زورو عين ما كانش موافق على قتل عمرو لأخوه حسان، وكانت سبب في نجاة زورو عين. ومن هنا بدأ صراع الإخوة في اليمن على الملك المهم، لحد ما وصلت في إيد الملك زونواس. وبرضه في نفس التوقيت كان في عالم دين مسيحي خارج لنشر الدعوة في أفريقيا، قطاع طرق طلعوا عليه أخدوه وباعوه، فبقى عبد من عبد بيد راجل في نجران. فضل يخدم صاحبه بالليل، يدخل خلوته يتعبد. اهل نجران كانوا بيعبدوا شجره. الراجل دخل عليه في مره لقى عنده نور وجو روحاني، فقال له انت ايه حكايتك؟
شكلك مش من العبيد اللي انا اعرفهم، واخلاقك ودلوقتي في نور وراحة في اوضتك. المهم الراجل حكاله عن الدين المسيحي وفضل يحاول يقنعه انه يخش في الدين المسيحي. الراجل كان متردد جدا، فالعالم المسيحي اقنعه انه لو الهي غلب اله هتدخل في دين الهي، واتفقوا ان هما يجمعوا الناس وعالم الدين المسيحي يقف قدام الشجرة ويشوف هيعمل فيها ايه. فضل يدعي ويدعي ويدعي لحد ما نزلت صعقة من السماء ولعت الشجرة ودخل اهل نجران في الدين المسيحي. عالم بقى من الدين المسيحي من نجران هاجر الى اليمن، وكان خايف ان الملك يعرف انه هو مسيحي، فكان لما حب يتعبد بيخرج بره في الجبال ويقعد يتعبد. في الوقت ده كان ملك اليمن جاب طفل ذكي جدا، وكان بيدربه على ايد اكبر كاهن في السحر والشعوذة في الجبال علشان يبقى في ايد الملك قوة. بعد كده الولد كان بيروح كل يوم فعلا للكاهن في الجبال يتعلم منه، وفي الطريق كان بيلاقي واحد قاعد بيتعبد ويتمتم. عجبه الموضوع، قعد معه. العالم المسيحي بدأ يحب العلم وبدأ يحب الدين وبدأ يكره السحر والشعوذة، لحد ما جه اليوم وانقطع فعلا عن مرواحه للكاهن. الكاهن ملقاش حل غير ان هو يبلغ الملك ان الولد ما بيجيلوش. الملك عرف القصة، جاب الراجل المسيحي وراح قتله، وقعد يحاول يقنع الولد انه يرجع تاني للساحر. الولد رفض فأمر بقتله. دخلوا بالولد البحر عشان يرموه، الموج عالي، كل الجنود وقعوا وماتوا، والولد رجع تاني على الشط. طلعوا بيه فوق الجبل يرموه، برضه زلزال يحصل، كل الجنود تقع تموت والولد ينزل سليم. الملك قال له انت ايه حكايتك بقى؟ الولد قال له مش هتعرف تموتني لانك تجمع الناس كلهم وتصلبني على شجرة وتمسك سهم وتقول بسم الله رب الغلام. وفعلا عمل كده والولد مات، وكل اللي واقف من اهل اليمن دخلوا في الدين المسيحي. الملك بدأ يهدد فيهم وبدأ يحاول يقنعهم ان هم يرجعوا عن الدين المسيحي للدين اليهودي، وطبعا رفضوا. راح الملك امر بحفر الاخدود وامر برمي كل من امن بالدين المسيحي في الاخدود. الاخدود كان عبارة عن حفرة كبيرة قوي وفيها نار، وكل اللي مختلف عن الديانة بتاعت الدولة واقف على النار دي، ويبدأ يخيره ما بين ان هو يسيب الدين او يترمي. وفعلا مات في الحادثة دي اكتر من 20,000 يمني، اكتر من 20,000 مؤمن بالدين المسيحي، وده اللي بيبين القرآن في سورة البروج.